أهلا فيكم، برج الدلو في قناتي. راح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية من وقت مشاهدتك للفيديو إلى آخر الشهر. طبعا القراءة مثل دائما راح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع، وأيضا تقبل العكس. يعني إذا أنت عم تتعامل مع برج الدلو ممكن تحس إنه بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك أو قريبة من طاقتك. فالأوراق مبين لبعضها تحكي لبرج الدلو لأنه عم تطير. طبعا مثل دائما القراءة عامة، يعني مش رح تنطبق على الجميع، ولكن في اشي ممكن تستفيد منه بالفيديو، رسالة او اشي معين ممكن يفيدك او يخدمك في موقفك. فخذ من الفيديو او من القراءة الاشي اللي بتحسه بيفيدك وبيخدمك، واترك الباقي لان الطاقات بتختلف، يعني مش رح تنطبق على الجميع. رح نبلش اول بطاقتك انت، وبعدين رح ننتقل إلى طاقة الشريك وخطواتكم في المستقبل، مصير العلاقة بينكم أيضا في المستقبل. وإذا في أي إشي بدنا نوضحه رح نسحب كروت للتوضيح. طيب بدنا نبلش أول بطاقتك أنت أو بكروت النصيحة لإلك أنت يا برج الدلو. بيحكي لك التواصل اللي بينك وبين الشخص اللي عم تتعامل معه بيتطلب الوقت أو بيحتاج وقت، فبدك تسمح إنه يكون في مجال بينكم تتعرفوا على بعض، تحكوا مع بعض أكثر، تفهموا مع بعض أكثر. simple act of kindness، ما تكون كتير صارم وقاسي مع هالشخص أو كتير جاف وبارد مع هالشخص، لأنه مبين إنه أنت حتى إذا حسيت بأي مشاعر تجاه هالشخص عم تكتم، عم تخبيها. في عندك فرصة جديدة مع هالشخص، أو رح يكون في فرصة جديدة مع هالشخص لحتى تناقشوا أمور ما ناقشتوها من قبل، تتعرفوا على بعض أكتر. في معلومات جديدة رح تظهر لإلك يا برج الدلو، أو رح تكتشف إشي جديدة رح تتطلب منك إنه تنظر إلى تفاصيلها أكتر. بدك تحاول تدقق على التفاصيل سواء كان بمجال العمل أو سواء كان بمجال العاطفة، بدك تنتبه وتركز على التفاصيل أكتر. أيضا الأشياء، اهتماماتك والهوبيز تبعتك، مش غلط إنك تشاركها مع الآخرين، لأنه ممكن يكون في نظرة من عندهم أو ممكن في تكون إضافة من عندهم ممكن تساعدك في إنك تحقق طموحاتك أو الأشياء اللي بتتمناها، سواء كان من المجال العاطفي أو بالعملي. عم شوفك أيضا عم تتبع حاليا passion أو شغف أو فكرة معينة أنت بدك إياها، بتحس إنه بتخدمك بطريقك بحياتك، إشي كتير تنربط معه أو بتحس إنك كتير منجذب لإله. يعني أغلب الأوراق اللي هون طلعت عندي أغلبها مادية، فمبين إنك مركز أكتر على العمل حاليا، وممكن تكون خليت الوضع بينك أو التواصل بينك وبين هالشخص on hold أو في وقت مستقطع، ما عم شوف فيه كتير تواصل مع هالشخص. هيدا كان بالنسبة لكروت النصيحة. بدنا نشوف طاقتك أنت حاليا يا برج الدلو. مبين انه انت في عندك حكي بدك تحكي لشخص، او كتير عم تفكر انت بطاقتك حاليا، لانه الاوراق اللي طلعت عندك جميعها هوائية. ف
فأنت حاليا بطاقتك عم تبحث إلى بداية جديدة، عم ممكن عم تكون عم تبحث إلى فرصة أخرى، بدك تحكي مع شخص، وبدك تحكي مع شخص العلاقة بينكم سببت لك جرح، ممكن تكون مجروح بسبب بعدك أيضا عن هالشخص، وفي إشي بدك تحكيه لإله، لأنه communication. ممكن يكون أيضا التواصل بينكم لأنه متوقف، هو اللي عم يسبب لك ألم هون، أو هو اللي عم أنت زعلان ومتحير من أمره، لأنه أفكارك واضحة جدا، اللي بتريده مبين أنه كتير واضح اللي بتريده، ولكن التواصل بينك وبين هالشخص صعب، وهذا عم يسبب لك حاليا جرح، أو زعلان من هالإشي، زعلان من أنه التواصل مش مثل ما كان في الماضي بينك وبين هالشخص، انقطع أو خف كتير عن الماضي. بالنسبة لطاقة الحبيب أو طاقة الشريك، عم شوف إنه الحبيب في كونفليكت بمشاعره الداخلية، يعني هالشخص متضارب بمشاعره الداخلية، لأنه عنده مشاعر كتير فياضة، ولكن بغير توجيه أو بدون توجيه أو ما إلها دايركشن أو خط معين. يعني هالشخص ممكن يكون أيضا اللي عم تتعامل معه برج مائي، للبعض منكم الأبراج اللي ممكن تتعاملوا معها برج مائي، فهالشخص كتير حساس، انت بتحس انه كتير حساس، وكتير في عنده مشاعر، وبتحسه شخص كتير عميق، وهو بالفعل عنده مشاعر. عم شوف هون يعني شخص emotionally mature، عاطفيا ايضا هالشخص ناضج، وما بيحب الكذب، ما بي يعني اللي بيحس فيه بيحكيه على طول، ولكن طبيعة مشاعره هون كتير متضاربة مع بعضها، لانه ما في direction. ممكن ايضا الشخص اللي عم تتعامل معه يكون في عنده عدة اختيارات، عدة أشخاص بحياته، عدة عروض حب عم تقدم لها الشخص، وهو مش عارف أي وحدة يختار منهم. فإيموشنلي أو عاطفيا الشخص اللي عم تتعامل معه حاليا ضائع، عم شوف، لأنه في عنده كتير اختيارات، كتير مشوش عاطفيا، وهالإشي عم يسبب له تضارب نفسي في جوا نفسه. انت طاقتك هون مبينة انه كتير واضحة، ولكن هو كتير ملخبطة، كتير طاقته ملخبطة. ايضا ممكن اذا ممكن ايضا الشخص بيحس انه هو إذا كنت أنت محوط بعدة أشخاص، ممكن يحس أيضا أنه في منافسة، أو بيحس أنه ما بده يقوم بها المنافسة مع الأشخاص اللي حواليك. يعني إذا في عندك أنت برج الدلو، إذا في عندك أكس، أو إذا في عندك أصدقاء عدة بحياتك حاليا أنت محوط فيهم، هالشخص بيحس أنه عندك عدة اختيارات، وهو خايف انه يظهر او يبين مشاعره، لانه اولا بيحس انه ما بده يتنافس من اجل حبك، لانه عرضه صادق، فهو بيخاف انه يستثمر بالعلاقة، وبالاخير انت يعني يكون في عندك عدة اختيارات وتختار شخص اخر، او تختار اشي اخر. ولكن عم شوف انت عم تطلع عليه، عم تراقبه من بعيد، عم تدرسه من بعيد، عم شوف طاقتك انت اهدى من طاقته، او متوازنة اكتر من طاقته، ولكن بعمق المشاعر هالشخص مشاعره ممكن اعمق
تجاهك من ما انت مشاعرك اعمق تجاهه بصراحة، لانه انت عندك سيوف طلعت اوراق عقلية ولكن هو اوراقه عاطفية. فحتى اذا في بينكم تضارب او مش عم تتفاهموا مع بعض، مش عم تحكوا مع بعض، الى انه هالشخص كتير عاطفي وكتير بيفكر بعاطفته ومشاعره. بالنسبة لخطواتك في المستقبل برج الجدي، عم شوفك عم تبعد عن اشي معين، ممكن عم تبعد عن علاقة قديمة، ممكن عم تبعد عن شخص قديم، او ممكن عم تبعد عن هالعلاقة لانه، او راح تبعد عن هالعلاقة لانه طاقة مستقبلية، لانه بتحس انه وصلت الى dead end او الى طريق مسدود مسدود. صعب عليك انه انت عم تشوف انه ما في حل، عم تحاول توجد حل للمشكلة اللي عم تواجهكم انت والحبيب، ولكن مش عم توجد لإلها حل. فافضل طريق انت بتشوفه او افضل حل انت بتشوفه انك تسحب حالك من الموضوع، او تختار الصمت، او تبعد، او تنسحب شوي من العلاقة، الى انك عم تحاول روحانيا to manifest the person، عم تحاول تجذب هالشخص لحياتك روحانيا عم شوف، او عم تحاول ممكن تجذب شخص اخر بيختلف من شخص الى اخر، لانه في عندك the magician، فانت عم تستخدم هالطاقة لحتى تجذب شخص معين بحياتك. ايضا عم شوفك عم شوفك باني سور حول حالك، الى انك بتحبه بس بسبب الجرح اللي سبب لك التواصل حاليا او في المستقبل رح تكون منغلق على حالك، لانه عم شوفك تضررت بالفعل. ممكن انت تكون متضرر مش من هالشخص، ممكن يكون هالشخص جديد، شخص جديد في حياتك، وهالجرح من علاقة قديمة وما زبطت معك، او علاقة قديمة فشلت، ومشان هيك انت كتير guarded، كتير محافظ، كتير متحفظ، كتير باني حواجز حول مشاعرك. فبالمستقبل لسه عم شوفك متحفظ بمشاعرك، أوراقك ولا ورقة منها طلعت فيها كبس أو فيها مشاعر أو فيها عاطفية، وأغلب أوراقه الشخص عاطفية. بالنسبة لطاقة الحبيب بالمستقبل، الشخص اللي عم تتعامل معه شخص بيركز على التفاصيل الصغيرة كتير، يعني ممكن بيركز على حكيك، أي إشي أنت ممكن تحكيه كاجوال أو ممكن تحكيه بعفوية، هالشخص بيركز عليه كتير، ولكن في عنده تفاني بالعمل، بمعنى انه في عنده تفاني بالعلاقة، ومستعد انه بخطواته بالمستقبل عم شوفه مستعد انه يبذل مجهود بشأن هالعلاقة. King of Swords، شخص عم شوف طاقته بالمستقبل شخص كتير صادق، هالشخص ما بيحب الكذب، هالشخص كتير ماتشور. ممكن ايضا يكون في عندكم اختلاف بالسن، ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون اكبر منك، او فكرته عن الحب بينكم او اللي بده من العلاقة بينكم بده اشي كبير، بده 10 of cups، بده اكتمال، بده علاقة كاملة متكاملة، بده أسرة، بده علاقة جدية، بده خطوبة، بده زواج. فهمت علي؟ بيختلف من شخص إلى آخر، ولكن هو عم شوف إنه في عنده تفاني كتير، لأنه هالحلم اللي هو بده إياه سواء كان معك أنت أو مع شخص آخر، هو بخطواته بالمستقبل هالشخص عم يبحث حاليا أو بالمستقبل عم يبحث إلى تكوين أسرة، بده يكون أسرة. فمشان هيك هو طاقته الحالية متلخبط كتير ومتضارب كتير عاطفيا، لأنه ممكن ما بيحب أنه في حواليك أشخاص
وأيضا ما بيحب إنه في المفروض يكون منافسة، بده نفس التفاني منك، بده نفس الاهتمام منك، لأنه مبين إنه أنت عم تمشي with the flow، مع الموجة، عم تمشي مع الجو، ما عم تجبر إشي. ولكن هو بده إشي ملموس، بده إشي فعلي. هالشخص بدنا نوضح الوضع بينكم بالمستقبل، رح يكون شوي مشوش، انتو الاثنين شوي مشوشين، افكار داخلية، بارانويا، مخاوف داخلية. انت بيجوز في عندك مخاوف من علاقة قديمة فاشلة، وهو في عنده مخاوف من اشخاص بحياتك او عروض حب بحياتك. الوضع مش واضح كتير بينكم، فبدنا نشوف بالمستقبل طاقتكم المشتركة شو رح يصير بها الطاقة. هل رح يصير في كلاريتي، او هل رح يصير في وضوح بينكم، تواصل بينكم، لانه الاثنين متحفظين عم شوفكم على مشاعركم. ففي تغيرات مفاجأة رح تصير، في تغيرات بالوضع الحالي اللي انتو فيه رح تصير. إذا أنت عم تحكي مع هالشخص بدك تنتبه، لأنه ممكن الوضع يتغير، أو ممكن يصير في حساسية بينكم، لأنه هالورقة بتحكي عن تغيرات مفاجأة صعب إنك تتحكم فيها. وإذا أنتو مش عم تحكي مع الحبيب، في عندك أو عم تحس رح توصل العلاقة في المستقبل إلى حمل عليكم. رح تحسوه إنه تقيل، لأنه يعني هالعصيان العلاقة بالمستقبل، أو ممكن البعض منكم حاليا أيضا عم تحسوا إنها كتير معقدة بينكم. ممكن أيضا أنت بتحس إنه هالشخص كتير معقد، فالعلاقة بينكم ممكن انت عم تحس ايضا انه هي عم توجد لك شوي من الحمل، لانه متطلبات هالشخص كتيرة، او الستاندرد تبعه عالي، او المستوى اللي عم يطمح له كتير عالي. فبالمستقبل عم شوف انه رح تمروا بمرحلة رح يزيد فيها الضغط عليكم، ممكن روحانيا، ممكن عقليا. إذا بتحكوا مع بعض علاقتكم رح تمر ببعض الصعاب، إذا مش عم تحكوا مع بعض برضو رح تمروا عقليا ببعض الصعاب، اللي هي رح توصل يعني إلى مرحلة رح تكون كتير شديدة أو كتير معقدة، أو رح تحس إنه الحمل كتير زاد. ومن بعدها هاي هو اللي رح يوصلكم إلى استنتاج، أو رح يوصلكم إلى كلاريتي، أو إلى وضوح، أو إلى فكرة معينة، استنتاج معين، خط واضح تمشوا عليه. يعني مبين إنه العلاقة بينكم تحتاج لسبب ما، يعني من الله، إرادة الله، بتحتاج إنه تمر بهالمرحلة، لأنه ما رح توصل إلى، إذا أنت ملخبط عاطفيا أو هو ملخبط عاطفيا، ما رح يوصل إلى النتيجة النهائية أو القرار النهائي أو الانلايتمنت أو التنوير بهو شو بيريد، إلا بس يمر بهالضغط الشديد. فهمت علي؟ فمن بعد هالضغط الشديد رح يصير في تغيرات بأوقات مفاجئة، لأنه ويل اوف فورتشن دائما بتحكي عن التغيرات، فما رح تستمر هالطاقة لفترة طويلة، رح يصير في تغيرات ورح يصير في وضوح بينكم. بدي أوضح إشي آخر، اللي هو وضحنا إنه رح يصير في كلاريتي بينكم ووضوح، ولكن ما وضحنا إنه هل رح يكون في خطوة، هل رح يكون في تواصل. فبدنا نشوف هل هالشخص رح يقرر انه يتواصل معك، او يقدم لك رسالة او عرض حب. بدنا نوضح شو خطواته هو
بالمستقبل بالعلاقة، يعني مش فقط خطواته هو بنفسه، شو هو مصير العلاقة بينكم. أوكي، أوراق كتير 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 جميلة. ممكن البرج اللي عم تتعامل معه يكون برج مائي، بالأخص برج السرطان، لأنه هالكرت بيتبع برج السرطان. فممكن البرج اللي عم تتعامل معه برج مائي. جادجمنت، في بينكم بعد بالمسافات، ولكن عم شوف انه في تقدم. ورقة التشاري بتحكي عن التقدم المستمر الدائم، فهالشخص في رحلة عن البحث عن الرضا العاطفي. هالشخص هو مختار قرار انه هو بده الرضا العاطفي، بده 10 اوف كابس، عم يبحث عن السعادة العاطفية هالشخص. وانت ما عم شوفه رح يقوم بخطوة تجاهك، ولكن هو في تقدم مستمر. اذا انت ممكن توفر له اللي هو بيريده، لانه هو هون اغلب كروته بده رضا عاطفي، بده اسرة، بده اشي جدي. عم شوف هالشخص عم يحاول يكون اسرة حاليا. فاذا انت بتشوف انه بتقدر توفر له اللي هو عم يبحث عنه اللي بيريده، هالشخص ممكن يحطك في عين الاعتبار، لانه هو الاشي الوحيد اللي خلاه يبعد عنك انه عم يحس انك مش جدي، عم يحس انك غير جدي، عم يحس انك انت محوط باشخاص واطراف اخرى. فهمت علي؟ فهو عم يبحث على هالسعادة، عم يبحث على تكوين اسرة، فبده الوضع يكون كتير جدي. ممكن يصير في بينكم لقاء، او يصير في بينكم حديث غير متوقع، لانه مثل ما حكينا ويل اوف فورتشن، تغيرات في الاحداث غير متوقعة رح تصير. فممكن الوضع بينكم رح يتغير، بمعنى انه رح تصير تغيرات انت حتى وهو مش رح تتوقعوها، ورح توصلوا الى استنتاج او الى فكرة انك رح تفهم بالفعل هالشخص شو بيطلب منك او شو بيريد منك، لانه مبين انه انت ماخذ الوضع بأراحية اكتر، يعني براحة اكتر، انه انت ماشي على هوا الجو. ولكن هالشخص عم شوف في عنده شوي ايضا control issues، او بيحب شوي السيطرة، بيحب يسيطر على تطور هالعلاقة، لأنه عنده king of swords، فبيحب يكون متحكم أكتر بالأمور. فمشان هيك بده اهتمام منك أكتر، بده devotion، بده إياك تعطي على قد ما هو بيعطي بالعلاقة. أوكي حبايبي برج الدلو، بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب. إن شاء الله رح أشوفكم في فيديو قادم. شكرا لكم.